السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي أوفياء في كل مكان على قناتكم فكرة وكولر. في درس اليوم سنقوم بعمل ديكور باستخدام هذه المناديل الخاصة بالحمام، يعني سنقوم بصناعة مادة يمكن العمل بها الكثير من الديكورات. ستكون هذه الحلقة هي بداية لعمل ديكورات باستخدام هذه المناديل، وسوف نتعلم الكثير من الأشياء. أما بالنسبة لدرس اليوم سنقوم بإرجاع هذا الورق على شكل عجين، وسوف نستخدمه لعمل ديكور رائع جدا يعطينا أشكال على شكل حبوب أو نقاط. نستخدم هذا الشكل في العديد من الأماكن مثل الدرج أو صالونة البيت أو غرف النوم. قبل أن نبدأ في هذا الشرح أتمنى أن تقوموا بالضغط على زر لايك حتى أرى عدد الأشخاص المتفاعلين معي في هذا الفيديو. إذن إخواني الأعزاء، نبدأ على بركة الله طريقة عمل أو صناعة دهان باستخدام هذه المناديل التي تشاهدونها في الصورة. سوف أعرفكم أولا عن المواد التي نحتاجها. كما تشاهدون نحتاج إلى هذه الأوراق، مجموعة من الأوراق، ونحتاج إلى دهان من الأنواع المائية، يعني شبيه بالجير، يعني دهان مائي يعني يخفف باستخدام الماء. ونحتاج إلى ملونات مائية كما تشاهدون، هذه الملونات المائية. ثم نحتاج إلى كوب من المياه على حسب المساحة التي تريد طلاءها. المهم هذا الدهان الذي سنقوم بصناعته الآن يمكننا طلاء به مساحة كبيرة جدا. ونحتاج أيضا إلى هذا الخلاط، هذا الخلاط معروف جدا. أولا نقوم بصب المياه في هذا الكوب بهذا الشكل. سنقوم بإرجاع هذه الأوراق على شكل عجين. نقوم بتقطيع الأوراق هكذا ونقوم بإضافتها إلى المياه بهذا الشكل. يعني لماذا قمنا باستخدام هذه الأوراق الخاصة بالحمامات؟ لأن هذه الأوراق يعني تتحلل بسرعة، فلهذا استخدمها في هذا الشرح. فهكذا نقوم بوضعها. سأضيف كمية أخرى من المياه. هكذا قمت بوضع هذا المنديل بالكامل، والآن سأقوم بصب الكمية الأخرى من المياه بهذا الشكل هكذا. يمكن أن تركها حتى تتحلل لكن سأستخدمها الآن. كما تشاهدون يعني بدأ بالتحلل، لكن سنحتاج إلى هذا الخلاط. سأقوم بتشغيل الخلاط الآن. كما تشاهدون الآن بعد ما صارت هذه المنديل على شكل العجين كما تشاهدون بهذا الشكل، سوف نضيف الدهان. وصفة كأنها وصفة الطبخ كما تشاهدون، نضيف الدهان هكذا، دهان مائي. بعدما أضفت تلك الكمية من الدهان إلى هذه المنديل، نقوم أيضا بعملية خلط. كما تشاهدون يعني صار على هذا الشكل، بدأ الدهان يتقطع كما تشاهدون، وهذا ما نريده، يعني الدهان يبدأ بالتقطع أو بالتقطع كما تشاهدون، يسقط على شكل عجين أو يتقطع كما تشاهدون هكذا. والآن سنضيف الملون، الملون المائي، يعني أي لون تحبه، يعني يمكننا إضافة هذا، يكون جيد جدا إذا قمتم بإضافة اللون الأسود، والجدار يجب أن يكون مطلوب اللون الأبيض، يعني يعطينا شكل رائع جدا. سأضيف اللون المارون أو الأحمر بهذا الشكل وأبدأ أعمل الخلط. يمكن إضافة اللون على حسب ما تريد، يعني درجة اللون على حسب ما تريد. سوف أضيف قليل من اللون الأسود، وأيضا سأقوم بوضع لون آخر، يعني نفس المواد سأستخدمها وأقوم بصناعة لون آخر. فكما تشاهدون هذا هو الدهان. سنقوم الآن بعمل تطبيق هذا الديكور وترون النتيجة إن شاء الله. في هذه المرحلة سنقوم بوضع الدهان في هذا اللمبوط أو كومبريسور، يكون على هذا الشكل كما تشاهدون. فهذا هو دور هذا الورق عندما قمنا بوضعه في الدهان، يعني يصير يتقطع، فهذا يعطينا حبوب يعني أو رشات تكون على الجدار. نسمي هذا الديكور في المغرب المرشوش. نقوم بتلائه بهذا الشكل كما تشاهدون باستخدام الكمبريسور، يعني نقوم بعمل رشات من بعيد.
تلك الحبوب تلتصق في الجدار، والجدار يجب أن يكون مطيب بصباغة مائية أو زيتية، يعني يلتصق على أي نوع من الدهان حتى ولو على السيراميك يلتصق. مهم نقوم بتلاء الجدار بشكل جيد، ومن الأفضل أن نقوم بتلاء الجدار باللون الأبيض. هكذا نقوم بعمل رشات وبهذا الشكل، ويجب أن نقوم بتغليف الأماكن التي لا نريد التصاق فيها هذا الدهان. المهم كما تشاهدون طريقة بسيطة وسهلة جدا. يجب عليكم شراء هذا النوع من اللمبوط إذا كنتم خارج المغرب، أما في المغرب إخوة يعرفون هذا اللمبوط كيف يعني يلتصق بالكمبريسور. هذا اللمبوط يمكنكم شراءه من مواقع الإنترنت إذا لم تجدوه في الأسواق، فرأيته يعني في موقع إي باي يباع هناك بسعر منخفض. وهذا هو الشكل النهائي، وهذه بعض الأعمال التي قمنا بعملها بنفس الدهان كما تشاهدون هنا. وإن شاء الله في حلقة قادمة، يعني قد تكون الحلقة القادمة أو بعد الحلقة القادمة، سنقوم بعمل شكل آخر باستخدام نفس هذه الأوراق التي قمنا بإرجاعها على شكل عجين. المهم هناك الكثير ما يمكننا عمله بهذه الأوراق التي شاهدتموها في الفيديو. أشكركم لوصولكم إلى هذه النقطة، وحتى أعرف أنكم وصلتم إلى هذه النقطة قموا بكتابة في صندوق تعليقات رقم 1 حتى أعرف أنكم تتابعون الحلقة من الأول إلى الآخر، فهذا يدعمني أكثر للعطاء في هذه القناة. وشكرا لكم، وقموا بالضغط على زر لايك، وإذا كنتم غير مشتركين في القناة اضغطوا على زر الاشتراك حتى تصيرون مشتركين في القناة، وانتظرونا إن شاء الله في جزء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة وكلو بهجة وسرور، فكرة وكلور بهجة ثم ابتسامة بهجة وسرور. كن معنا فكرة وكلور.